أهلا بكم مشاهدينا، نعرض على حضارتكم الآن جانبا من لقاء رئيس الوزراء العراقي نور المالكي مع مجموعة من عوائل شهداء تفجير المستنصرية. عن عمق وحقيقة هؤلاء الذين يستهدفون هذه الشموع التي ينتظرها العراق لتضيء ولكي تقدم وتخدم، وهذا يعني أنهم لا يميزون أبدا بين إنسان وإنسان، وأن الدم بالنسبة لهم مباح ولا قيمة لإنسان على وجه الأرض، إنما تحركهم الأهداف الخبيثة والخلفيات التي يريدون من خلالها أن يصلوا إلى الحكم بأي ثمن حتى لو كان على بحر من الدماء. ولم تكن هذه الجريمة التي ارتكبت في الجامعة المستنصرية الأولى بالنسبة لهم، ولكن جريمة الجامعة المستنصرية لها خصوصية لأنها استهدفت بناة المستقبل الذين نعلق على نتائج إكمالهم لدراساتهم الآمال في أن ينهضوا في عملية بناء العراق. يعني نستطيع أن نترجم الموضوع ونقول أنهم استهدفوا بناة العراق، استهدفوا الذين سينهضون بالمهمة. كل إنسان عنده مسؤولية في بناء وطنه في أي موقع كان، رجل أو امرأة، في الجامعة أستاذ، طبيب، مهندس، وزير، فلاح، حامل، كل واحد عنده مسؤولية، ولكن المسؤوليات تختلف من شخص إلى شخص. احنا ما كنا نعرف من هؤلاء الذين استشهدوا رحمة الله عليهم ماذا سيكون منهم. قد يكون منهم المفكر والعالم الكبير، المهندس القدير، والطبيب، والقيادي، والسياسي، وإلى غير ذلك من شخصيات يحتاجها البلد. لذلك حينما استهدفوا الجامعة استهدفوا المهندس، واستهدفوا الطبيب، واستهدفوا الأستاذ، واستهدفوا القانوني، واستهدفوا كل الذين يشتركون ويتحملون مسؤولية بناء هذا البلد. وهذه رسالة أخواني وأخواتي، هذه رسالة أعدائنا بشكل واضح وصريح، يكشفون عن أخلاقيتهم وعن خلفيتهم وعن أهدافهم وعن حرمة الدماء وحرمة الفكر وحرمة العلم وحرمة الوطن وحرمة المستقبل. هؤلاء هم، بعد ما واحد يحتاج إلى أن يعرف منهم هؤلاء الذين يقومون بأعمال القتل والتفجير بهذه الطريقة، فليكونوا من يكونوا، أن هؤلاء أعداء الحرية وأعداء الديمقراطية وأعداء الإنسانية وأعداء الحق وأعداء عملية بناء الوطن، وقطعا يقف خلفها في تحالف سيء بين بقايا النظام المقبور وحزب البعث، وبين القاعدة والمتطرفين الذين يريدون أن يزرعوا الفتنة عبر إشاعة أجواء الطائفية. وربما كان جزء من استهداف المستنصرية أيضا بخلفيات تجمع بين إشاعة الفوضى التي يتبناها حزب البعث وبين الطائفيين الذين يعتقدون أنهم يضربون بضرب الجامعة المستنصرية مكونا من المكونات، وهذا خطأ. الذين استشهدوا في الجامعة المستنصرية كانوا من كل مكونات الشعب العراقي، فيهم مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة، عرب وأكراد وتركمان، وبمعنى أنهم ضربوا الوحدة الوطنية وضربوا مبدأ المساواة والعدالة التي يشاد عليه صرح الوطن. كنا نتطلع إلى الذين استشهدوا في هذه الأعمال الغادرة التي فجعتنا كثيرا، والتي كانت هي مفردة من مفردات كثيرة ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء العراق على يد ناس عبثيين وجهلة وموجهين، وأحيانا منفذين لأجندات خارجية أو لحسابات سياسية. دمرت البلد، وأدلوا أكثر ووضحوا حقيقتهم حينما استهدفوا حتى الجسر الذي يسهل حركة الناس، واستهدفوا المستشفى، واستهدفوا المدرسة والجامع والحسينية، وحتى العتبات المقدسة كما حصل في ضريح الإمامين العسكريين عليهم السلام. إذا ما بقي شيء ممكن أن يكون له حرمة عند هؤلاء. والأخطر من هذا أنهم كانوا يتحركون ينفذون إرادة ورغبة وسياق وسياسة آخرين من الذين لا يعجبهم أبدا أن يروا العراق شامخا قويا متماسكا يعيش فيه أبناؤه بأخوة ومحبة ومصالحة. والمؤسف في هذا
أن الذين أوقدوا نار الفتنة انساق معهم قسم من الجهلة، واعتبروا أن هذه هي المعركة المصيرية على خلفية الاقتتال الطائفي أو على خلفية الاقتتال المناطقي أو إلى غير ذلك. بعضهم تحرك بخبث أوقد نار الفتنة والآخر استجاب لها. كان المفروض أن لا نستجيب للفتنة التي زرعوها، ولكن الاستجابة للفتنة حققت نجاحا كبيرا للمخططين الذين كانوا أرادوا أن يوقعوا العراق فيها، وهي الفتنة الطائفية والفتنة التي عمقها سياسي وأدواتها طائفية، والذي يحركها هو العقول التي طالما ارتكبت الجرائم في البلد. لذلك إذا كانت هذه الجرائم ارتكبت بعد سقوط النظام المقبور، لكن في ظل وجوده ارتكبت مجازر، أسلحة كيميائية في حلبشة، وحملات الأنفال 180 ألف إنسان بريء وطفل، المقابر الجماعية في الوسط والجنوب التي دفن فيها الناس أحياء، الإعدامات الكبيرة، القصف بالأسلحة المحرمة، هذه كلها ارتكبت على يد النظام، والذين يقومون بما هو الآن هم أتباع ذاك النظام. وأنا هنا أقول لمن يتحدثون عن المرحلة التي كان فيها هذا النظام المقبور، هل يتفاخرون بهذه الأعمال والإنجازات، بالحروب التي خاضها والهزائم المنكرة، بالاتفاقيات المذلة التي وقعها وكبل بها العراق، يتفاخرون بقتل الأبرياء؟ إلى الآن يتحدثون، البعض منهم يتحدث عن تفاخر بما أنجزه النظام السابق، وماذا أنجز؟ أنجز مئات الآلاف من أبناء العراق ذهبوا وقود في حروب غادرة. هل سمعتم أحدا؟ أنا أطلب من الذين يتحدثون عن الحقبة الماضية إما أن يكونوا منسجمين مع هذه السياسة والجريمة، فهم امتداد لتلك الجريمة والمجرمين، وعلى الشعب العراقي أن يتخلص منهم حتى لا تعود الجرائم، وإما أن يكونوا مستنكرين لما حصل فليظهروا علنا ويقولوا نحن نبرأ من هذا النظام ومن الجرائم التي ارتكبها ومن البعث وما أوصل به أوصل إليه العراق من نتيجة. هل سمعتم أحدا منهم أدان الماضي، أدان النظام السابق، أدان حزب البعث، أدان المقبور، أم أنهم يمجدون، وبمعنى أنهم هم التحدي الخطير بالنسبة للشعب العراقي؟ لأن من يمجد القتل والقتلة بمعنى هو يستهين، بل يعتبر أن هذا طريق. وفي تصريح لأحدهم بدل أن يعتذروا للشعب العراقي الذي أفقدوه حتى السيادة، يقول بأن هذا الشعب حينما ناقشهم ناس منهم من داخلهم ولكن عندهم صحوة الضمير، أنا لا أقول كل من عاش في تلك المرحلة ليس عنده صحوة الضمير، الكثير منهم كانت عندهم صحوة الضمير، كانوا مكرهين، عبروا عن حرصهم وصدقهم بالمواقف والتبرؤ من البعث، كان يعاتبهم لماذا تقتلون الناس بهذه الطريقة في الشوارع، يقول لهم بقايا تعيسين من أزلام النظام السابق أن هذا الشعب الذي يقبل بهذه الحياة السياسية يستحق القتل، هكذا يحكمون بالجملة، شعب يقبل بهذه العملية السياسية يستحق القتل. إذن ما هو البديل عن هذه العملية السياسية اللي الآن بها أصبحوا أحرار الناس ويتحدثون بحرية ويسافرون ويعملون؟ البديل أن نعود إلى المقابر الجماعية وإلى فقدان الحريات والمحاسبة على كل كلمة تقال، والجو الذي كان مفعما بكل تحدي للقيم الإنسانية والإسلامية والمبادئ وحقوق الإنسان والكرامة، هذا بمعنى أن نعود إلى تلك المرحلة. ما حصل في الجامعة المستنصرية كما قلت ليس هو الأول الذي حصل من ارتكاب جريمة، وإنما جاء ليؤكد على أن التاريخ الذي عشناه في ظل النظام المقبور وفي ظل القاعدة والمتطرفين والطائفيين هي هذه أخلاقيتهم، وكانت أخلاقيتنا نحن الذين نؤمن بالعراق وبوحدته أن أشعنا أجواء المحبة بين الناس، بين الشيعة والسنة، بين المسلمين والمسيحيين، لأن البلد لا يمكن أن ينعم فيه مكون أو مذهب أو قومية وتشقى القومية الثانية، وليس من العدل والإنصاف، لا الإسلام يقبل هذا ولا شرائع السماء ولا شرائع الأرض تقبل أن إنسان ينتمي لوطن ولكنه من الدرجة الثانية، كما كانوا يصنفون العراقيين 4000 و4000
لا أحد يمكن أن يعيش مرفه وإلى جنبه إنسان معذب مضطهد لأنه من قومية أخرى أو من مذهب آخر أو من دين آخر، بل وحتى كان في ذلك الزمان إذا كان من حزب آخر، إن لم تكن من حزب البعث فأنت عليك أن تتحمل الملاحقة والاعتقالات والطرد والاتهامات والتلفيق، وهذا ما عاشه العراق في ظل تلك المرحلة. لكن وبحمد الله الشعب العراقي استلهم التجربة الجديدة وتفاعل معها تفاعلا قويا، صحيح دفع ثمنها من أرواح طاهرة، من أبنائنا، من بناتنا، من أطفالنا، من شيوخنا، من علمائنا، من أساتذتنا، استهدفوا حتى الطبيب من أجل أن يقال ليس في العراق استقرار، حتى المهندس، حتى أستاذ الجامعي كانوا يقتلون، المسيح كانوا يستهدفون وتستهدف الكنائس حتى يقال هناك فتنة بين المسلمين والمسيحيين، يضربون مسجدا هنا وحسينية هناك من أجل أن يقول هذا تنافر بين الشيعة والسنة. لكن الحمد لله الشعب العراقي وفي إطار المصالحة الوطنية استلهم هذه التجربة وعرف أعداء من هم، ولذلك اليوم نقف على قاعدة متينة هي قاعدة الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية والأخوة والعدالة والمساواة. وأملي منكم باعتباركم أنتم المفجوعون بأبنائكم الذين استشهدوا، وساعدكم الله على تحمل هكذا مصيبة، أن الإنسان يرى فلذة أكباده والأمل الذي ينظر إليه وهو مقطع بالطريقة التي تحصل فيها الانفجارات، ولكن رباطة جأشكم والصمود والصبر والتفاعل مع المسؤولية أعطى درسا للآخرين بأننا لم نهل ولم ننكل وسنمضي على هذا الطريق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والله نحن الأعلون، أنتم الأعلون، وليس أولئك القتلة والمجرمين ومن يقف خلفهم. وسيشهد هذا التاريخ بكل مفصل من مفاصله أن الحق وأن الصدق وأن الوفاء والإخلاص الذي يتمتع به العراقيون وبالذات عوائل الشهداء هو الذي سيبني العراق. قتلوا كثير، أعدموا كثير، أعدموا الشهيد الصدر وأعدموا وقتلوا الشهيد الصدر الثاني وقتلوا آل الحكيم وآل المبرقع وقتلوا ما قتلوا من الكرد وأعدموا ما أعدموا حتى من المسيحيين، وكل هذا عملوه ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هذا درس. مع الأسف الشديد لم يستفد من هذا الدرس الطغاة عبر التاريخ. فرعون كان جيفة، ولكن الذين جاءوا بعد فرعون أيضا كانوا فراعنة ويتفرعنون على الإنسان البسيط، وسيكونون جيفة كما كان صنمهم الذي ولى إلى جهنم وبئس المصير. فالأمل والكلمة الصادقة المؤثرة هي التي تصدر من عوائل الشهداء في دعم العملية السياسية، في دعم العراق الحديث، في دعم الحريات، في مواجهة القتلة، لأن الكلمة هنا تصدر من قلب مفجوع وعين دامعة وأمل محطم، حينما تصدر تكون صادقة وستنفذ إلى القلوب بقوة وستكون أقوى من كلمتي وكلمة السياسيين الذين يتلاعبون بالألفاظ والمصطلحات من أجل أن يضللوا هذا الإنسان أو ذاك الإنسان. إن شاء الله لن يضلل عوائل الشهداء أبدا، وستبقى كلمتهم هي العليا، ومن مسؤولية الحكومة وجميع السياسيين أن تقف إلى جنبهم، إلى جنب الشهداء، إلى جنب عوائل الشهداء، إلى جنب الذين فجعوا والذين تركوا خلفهم أرامل وأيتام. هذه مسؤولية الدولة بدأناها ونريد أن نستمر بتحقيقها إكراما لكل الشهداء، سواء كان الذين سقطوا على يد البعث في الإعدام والسجون أو الذين يسقطون على يد الإرهاب والبعث مجتمعين في هذه المرحلة. بدأنا خطوات على هذا الطريق، ولكن ما يستحق الشهداء أكثر. وفقكم الله وتغمد الله الشهداء بالرحمة الواسعة، وأتمنى أن ننفذ كل الذي اتخذ من قرار في منحهم الشهادات وتخصيص درجات وظيفية على أساس شهاداتهم كي تصرف إلى ذويهم، إضافة إلى الاهتمام بهم كشهداء من حقوق الشهداء والتعويض الموضوع لهذه الشريحة. وكما قلت هذا ليس هو الثمن، إنما هو جزء من تكريم وجزء من مسؤولية تتحملها الدولة، وبالذات أتمنى أن تكون الجامعة، الجامعة المستنصرية، الجامعة المفجوعة أكثر اهتماما بشهدائها وبعوائل الشهداء. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.